المسارات الكل اليوم تقول انه المسار اللي ماشي فيه الرئيس قيس سعيد في طريق مسدود سواء بالنسبه للبرلمان سواء بالنسبه للمجلس الاعلى القضاء الكلها فتره وترجع المؤسسات وباش وبشترج... البرلمان ما يرجعش ربما بالصيغه هذيك، لكن المسلك الوحيد م. اللي تونس باش ترجع للطريق باش تاخذ الدعم الدولي باش لها لفمية على برنامج الاصلاح الكلها حزمه قرارات من بينها رجوع المؤسسات و...